ما بقى مفيش بقى عمر محمد فتحي. ايوه. محضر دكتوراه في الاطفال في جامعه الازهر. عايزين نعرف ايه قصه التابوت ده؟ التابوت ده قصه كامله عليه. التابوت ده ايوه. يلا يا جدع شويه. يلا يا جدع. ربنا سبحانه وتعالى ذكر سوره البقره ان في تابوت ربنا هننزله. بس صورك وانت بتدور التابوت يقول ولا عم التابوت يا عم استنى. بني اسرائيل لما ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ادخلوا الارض المقدسه اللي هي فلسطين وهم رفضوا ان هم ايه يدخلوا. فقصه تبدا من عهد سيدنا موسى عليه السلام. سيدنا موسى قال لبني اسرائيل خشوا القدس، ربنا بيامركم ان انتم تخشوا القدس. يا قوم ادخلوا الارض المقدسه التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. بني اسرائيل ما رضيوش يخشوا القدس وقالوا فيها قوما جبارين. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين وان لن ندخلها ما داموا فيها. فاذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قتل. احنا ربنا امرنا احنا نخش القدس. قلنا يا يا جماعه ده فيها امريكا واحنا مش قد امريكا. طيب كده فربنا كتب فيه على اليهود 40 سنه واحنا ربنا كتب علينا فيه 40 سنه من 73 ل 2013. ايه التي دي؟ التوهان. احنا تايهين، تايهين بكل معنى التوهان. تايهين يعني التوهان. تايهين علميا واقتصاديا وسياسيا وفنيا وزراعيا وصناعيا وعلميا وادبيا كل الوقت تايهين. ايه علاقته بالتابوت دوت؟ وايد جدا. بني اسرائيل الجيل اللي هو الجبان ده. ايوه حاج. خش القدس. هلا. ايوه. كويس كده؟ طلع جيل جديد عاوز يحارب وعايز يخش القدس. ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي الله ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. إحنا الجيل الجبان بتاع 73 اللي هو بعد 73 يعني اللي هو رفض إن هو يحارب وقال إن حرب دي آخر حرب وإن إحنا داخلين في سلام وفي حرب تاني مع إسرائيل. الجيل ده هلك وطلع جيل 25 يناير عاوز يحارب. كويس؟ بني اسرائيل يعني جيل 25 هو سبب ظهور المهدي المنتظر. ايوه ايوه جيل 25 ده هو المقدمه لظهور المهدي المنتظر ودخول القدس ان شاء الله باذن الله تحرير الارض باذن الله. بني اسرائيل طلع الجيل بتاعهم برك عاوز يحارب. كويس كده؟ اختلف على الرئيس. فربنا طب هو فين بقى المهدي المنتظر؟ استني بس ماشي اتفضل. اختلف على الرئيس. فربنا بعت لهم طالوت عليه السلام قال لهم ده الرئيس بتاعهم. قالوا اشمعنى يكون ده الرئيس؟ ما يعني ان يكون يوم علينا ونحن احق بالدنيا ولم يؤت ساعه من المال. احنا اختلفنا على الرئيس برضه، احنا مختلفين على الرئيس كلنا مش عارفين مين رئيسنا ومش كلنا مختلفين على واحد. ربنا بعت لليهود ايه تقول لهم ان طالوت ده هو الرئيس. احنا ربنا بعت لنا ايه تقول لنا المهدي ده هو الرئيس. ايه الايه دي بقى؟ التابوت. التابوت ده بقى ده تابوت الايه 248 الذي ظهر بقرار رسمي من هيئه الاثار تحت العقار رقم 21 شارع مؤسسه الاورث الزيتون ورحت انا بنفسي هيئه الاثار وشفت التقرير مثبوت في دفاتر هيئه الاثار بعناية وخدنا بقى جوله ضخمه جدا رحنا هيئه الاثار وتاكدنا ان هيئه الاثار على علم بالتابوت وبتخبي. رحنا دار الافتاء وتاكدنا ان دار الافتاء على علم بالتابوت وبتخبي. رحنا النائب العام وتاكدنا ان النائب العام على علم بالتابوت وبتخبي. رحنا المجلس العسكري وتاكدنا المجلس العسكري على علم بالتابوت. انا برضه مش فاهمه ايه علاقه التابوت ده باللي حضرتك بتحكيه؟ التابوت السكينه دوت اللي هو الموجود تحت العقار رقم 21 شارع مصر بالزول هو تابوت آية البقرة اللي هو مكتوب فيه اسم الرئيس اللي جاي. فاحنا دلوقتي طب حضرتك قريت بقى اسم الرئيس اللي جاي في التابوت ده؟ مش عايزين نضلك. التابوت ده هيطلع. أولا مش محدش هيطلعه ده هو سيخرج بدون حفر. سيخرج بآية.
يأتيكم التابوت. التابوت هو اللي بيجي محدش بيروح محدش بيطلعه. فالتابوت هيخرج وبدون حفر آية للعالمين. أما يطلع التابوت هتلاقي صاحب التابوت ده على رأس التابوت واقف يقول يا جماعة لو سمحتوا أنا صاحب التابوت ده. محدش يعرف يفتح التابوت ده إلا المهدي المنتظر اللي هو اللي جاي إن شاء الله. لا شفيع هيحكم ولا مرسي هيحكم. وإذا استجبنا لآية ربنا خرجنا التابوت وعرفنا رئيسنا الدنيا هدت الحمد لله ومات الكلام زي ما بيقولوا. طب وحضرتك يعني لقيت المهدي المنتظر؟ ما لقيتوش. انا المهدي المنتظر احنا بص حضرتك كل اللي ادعى المهدية قبل كده قال لك انا المهدي وصدقيني كويس. المره دي الوحيده اللي بيقول لك ما تصدقنيش ان انا المهدي او مش انا المهدي عشان حدش يفتكر ان انا المهدي كده مش انا خالص ولا الاسم اللي موجود في التابوت. المهدي اقرع ومناخيره طويل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم وصفه اجلى اقنع واسمراني عربي اللون ورابعه له طويل قوي ولا قصير وبطين يعني عنده كرش يعني في اللغه البلديه بتاعتنا يعني وجسمه ما شاء الله قوي جدا. ده صوره المهدي الرسول صلى الله عليه وسلم. اي مكانش ما نخشش متاهه مش عايزين نقول ده فلان المهدي ولا فلان المهدي. احنا عايزين نقول ان في ايه في تابوت يقينا مليون في المليون. احنا جبنا علماء اثار تبعنا احنا راحوا كشفوا على البيت قالوا ايوه في تابوت. التابوت ده في صومعه والتابوت دوت متعلق في الارض تحتيه فراغ وفوقيه فراغ وغالبا هيبقى في وسط ميه لان مش معقول يكون متعلق. مفيش حاجه اسمها تابوت متعلق. هم قالوا ان هو في وسط ميه انما هو تابوت تحمله الملائكه. والتابوت دوت تابوت غريب غير فرعوني 2 متر في 2 متر تقريبا وعلى بعد 8 متر تحت الارض ويخرج يمكن ان يخرج بدون هدم عقاب. ده تقرير بتاع هيئه الاثار اللي قالوا وتقرير علماء الاثار احنا جبناهم تبعنا احنا وراحوا كشفوا على البيت. وفي حاجه اسمها علماء الكشف الروحي ده تكتل معروف في كل حته يعني. طب يعني بعد كلام حضرتك ليه الازهر ما اتحركش؟ ليه يعني دار الافتاء عندهم علم بالتابوت وانا رحت قابلت دار الافتاء وقالوا لي مفيش حاجه اسمها مهدي خالص وانسى الموضوع ده كده. مش حاجه اسمها مهدي طبعا مش حاجه اسمها مهدي طبعا ده كلام يعني ايه ما يصحش. بعدها قررت ان انت من ميدان التحرير أيوة. ان انت بقى ايه أيوة. تقول لي يا جماعه في مهدي منتظر في وتعمل بقى تابوت السكينه. لا انت مش لا انا قررت من ميدان وفي تابوت عشان ما حدش يقول لي مهدي مش مهدي. في تابوت يقيني قطعي تحت البيت. نروح نخرج يا جماعه التابوت دوت ماشي. والتابوت ده اول ما هنشوفه انا هقول ده مش على مش تابوت من على وجه الكره الارضيه. ده تابوت قاعدته زجاجيه ها لجه وتابوت يعني كل اللي هيشوفه هيفتح بقه كده ويبلم ويسلم لامر ربنا سبحانه وتعالى. ده تابوت حاجه الهيه. طب يعني ايه اللي حضرتك يعني واثق قوي كده شفته بعينك؟ شفت التابوت بعينيا؟ ايوه. انا حضرتك انا بقول لحضرتك اللي فيه خمس جهات مختلفه هيئه الاثار دار الافتاء النائب العام المجلس العسكري الاذاعه والتلفزيون. ما ازاي بتقول ان هو معلق وشفته؟ ده التقرير بتاع الناس العلماء الاثار اللي احنا جبناهم وكشفوا على البيت. وبعدين حضرتك يعني لما حضرتك مثلا يعني ايه يعني يبقى كل الهيئات ديت بتقول ان في تابوت يعني ازاي ما تصدقش ان التابوت يعني ازاي يعني علماء اثار كشفوا بالجهاز بتاعهم وقالوا في تابوت. علماء كشف روحي كشفوا على المكان وقالوا فيه تابوت وده تابوت المهدي. بغض النظر بقى عن قصه الايه مهدي عشان ما نخشش في متاهه. احنا يا جماعه في تابوت موجود عايزين نطلعه بس. والتابوت ده في اسم الحاكم اللي هيحكمنا يا جماعه زي ما ربنا قال فيه سكينته من ربنا. يعني معنى كده ان مش مقتنع ولا بشفيق ولا بمرسي. شفيق طيار هيطير مرسي استبن هيفرقع ولا مرسي هيحكم ولا شفيق هيحكم. واذا استجبنا للتابوت اللي هو آية ربنا الكبرى الحمد لله الامور هديت الحمد لله ودمنا اتحقن. ما استجبناش احنا داخلين على بحيرة الدم وهنلف وندور وهنرجع مره اخرى للتابوت يا جماعه. ويا جماعه روح الله بقى يمكن يكون التابوت صح. ثوره ايه؟ الثوره المصريه ثوره ربانيه شبابيه شعبيه. القائد القادم لمصر رباني شبابي شعبي وهو المهدي ان شاء الله. بس ربنا ما قالش للرسول ان هيحصل ثوره في مصر يظهر المهدي. قالت انت مش واخد بالك كل علامات ظهور المهدي جت كلها من اولها لاخرها. اذا كان الفيء دولا يعني الفيء اللي هو حاجه اللي ربنا بيديها للناس بدون جهد زي البترول الذهب الحاجات دي كلها. دولا يعني ايد مجموعه من الناس وبقيه الناس بتتفرج. اذا كان الفيء دولا والامانه مغنما الامانه غنيمه والزكاة مغرما وتعلم لغير الدين وارتفعت الأصوات في المساجد وأكرم الرجل مخافة شره. يا عم خليه ياخد حاجة ويمشي ده راجل شراني. وأطاع الرجل زوجته وعصى أمه وأقصى الرجل أباه وأدنى صديقه وكان شيخ القبيلة أفسقهم وإمام القوم أرذلهم وظهرت القينات اللي هي المغنيات الخليعات والمعازف وشربت الخمور
الرسول بيقول ايه؟ اذا حصل ال 15 حاجه دولت فانتظروا حبات خرد تنفرط فتتتابع، اللي هي العلامات الكبرى، والمهدي هو اول العلامات الكبرى. الرسول بيقول ان بين يدي الدجال سنون خداعه. الدجال على فكره معاصر للمهدي، المهدي هيشترك مع سيدنا عيسى في قتله. ان بين يدي الدجال سنون خداعه يخون فيها الامين، ويؤتمن فيها الخؤون، ويصدق فيها الكذوب، ويكذب فيها الصدوق، وينطق فيها الرويبضة. قالوا وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال أستفيه، يتحدث في أمر العام. الرويبضة هو توفيق عكاشة، هو شعبان عبد الرحيم، هي فيفي عبده، اللي إيه جابوهم شاهد على العصر. تكلموا يا جماعة بقى في الدنيا بقى وفي السياسة وفي الاقتصاد وفي العلوم وإلى آخره. أنا شايفة إن في ناس كتير يعني مقتنعة بكلام حضرتك وبتساعد تساعدك على التابوت. الحمد لله رب العالمين. التابوت حقيقه، اصل احنا ما بنالفش، ده مش حلم حلمناه ولا تاليف احنا بنالفها. التابوت موجود يقيني وقطعي تحت العقار فعلا. الراجل ده صاحب البيت بيحلم بقاله 30 سنه ان التابوت تحت بيته. كويس كده؟ راح لهيئه راح لدار الافتاء الاول، قال لهم ان انا شفت رؤيه كذا 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 كذا. قلت فين بقى التابوت ده؟ تحت العقار رقم 21 شارع مؤسسه النور في الزيتون. والله والموضوع بسيط جدا. تابوت سورة البقرة اللي هو بتاع صلوات عليه السلام، ده راح فين؟ القرآن مش كلام الله. راح فين التابوت ده؟ لا، القرآن مش كلام الله. القرآن أيوة. مش كلام الله. كلام الله طبعا. يعني حضرتك مقتنع بكلام دكتور عمر؟ طبعا، آية وكلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. يعني معنى كده حضرتك بقى بتقول للناس اللي هم بينتخبوا دلوقتي، سيبكوا بقى من شفيق ومرسي وروحوا بقى دوروا على المهدي المنتظر. لا لا لا، أنا بقول لهم كملوا يا جماعة في الانتخابات، بس اعرفوا إن هي مش هتجيب حاجة. يعني سواء انتخبتوا أو ما انتخبتوش، مفيش رئيس جمهورية جاي. إحنا داخلين على مواجهات بتخدم إسرائيل وأمريكا والمسيح الدجال. إسرائيل وأمريكا مش عايزة مصر تكون فيها قيادة موحدة، مش عايزين يكون فيها حكومة مركزية، عايزين الأوس والخزرج، عايزين الناس تحارب بعضها وتقاتل بقى. وإحنا داخلين على كده للأسف الشديد. الآية اللي ربنا عز وجل بعتها آية واضحة وضوح الشمس يا جماعة. فين التابوت بتاع سيدنا طالوت؟ فين التابوت راح فين؟ أنا عايز أفهم. بقى تابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. يتبخر التابوت ده، انتهى كده خلاص، ضاع كده، اتبخر. راح فين يعني؟ ده اختفى من 3000 سنة بقدرة إلهية، وربنا عز وجل بيظهره بقدرة إلهية. عشان الثورة دي ثورة ربانية. اللي يقول إن الثورة هي اللي شالت حسني مبارك كذاب. اللي شال حسني مبارك ربنا. وهيئ الثورة سبب لشيله بدليل. فين الثورة النهارده؟ الثورة احنا شوية هنقرا نروح الفتحة. فين الثورة؟ هي مش الثورة اللي شالت حسني، لا، ده ربنا اللي شاله، وربنا اللي باعت الرئيس اللي جاي غصب عن الجميع. لو الدنيا دي اجتمعت كده كلها ان هي توقف، إرادة ربنا مش هتوقف. فانا انا بوجه نداء لكل المصريين، يا مصريين، يا اخواتنا، يا اهلنا، يا حبايبنا، يلي دمكم غالي قوي 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 علينا، يلي ارواحكم غاليه قوي 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 علينا، الحقوا نفسكم وخرجوا التابوت. والتابوت بس مجرد ده احنا هنقول يا رب خرجوه لنا، والله هيخرج زي بالظبط ما بني اسرائيل قالوا ابعث لنا ملكا. ها، لو احنا قلنا رب يا رب ابعث لنا ملك من عندك، ربنا هيبعث لنا والله، بس باستخلاص وصدق هنلاقي التابوت طلع لنا الحمد لله. والمشكله الحقيقيه